إذا الإضاءة أكثر على هذا المشهد الميداني. معنا من بيروت العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. عميد حسن أهلا بك. إذا نريد أن نفهم المعادلة التي يتبعها جيش الاحتلال الآن في عملياته سواء في القطاع الغربي أو القطاع الشرقي، ولعلنا نبدأ من القطاع الغربي تحديدا عندما نتحدث عن شمع البياضة. نعم، صباح الخير لك ولضيفك وللمشاهدين. هذه المعركة في شمع والبياضة انطلاقا من طير حرفة، الآن يشتبك حزب الله مع العدو الإسرائيلي منذ الصباح في بلدة الجبين، والجبين هي بلدة يعني تقع الشرق بلدة طير حرفة، وبالتالي يعني هذا يدل على أن العدو الإسرائيلي يقوم بتنفيذ مناورة متشعبة كما كنا قد ذكرنا قبلا، وهي ليست مناورة يعني تهدف إلى التوغل بالعمق بقدر ما هي تهدف إلى التنظيف والتمشيط، ما يسمى بتنظيف المناطق وقطاع العمليات التي تعمل به هذه الوحدات في الغرب. فإذا هو من بعد يعني من بعد قيامه بهجوم باتجاه شمع نزولا حتى البياضة التي كما ذكر حتى الآن يعني كما ذكر الأستاذ محمد حتى الآن هو يتعرض لاستهدافات صاروخية، ولا أعتقد أنه استطاع أن يستقر في البياضة رغم كل هذا الجهد على أيام طويلة. الآن يلتفت إلى يمين الهجوم باتجاه الجبين حيث يتعرض إلى أو يحصل اشتباك عنيف مع مقاتلي حزب الله في هذه المنطقة، هذه من جهة. فإذا تؤكد على أن الجيش الإسرائيلي ينفذ مناورة متشعبة في هذا القطاع. طبعا كما أقول دائما حزب الله لا يملك مراكز دفاعية ثابتة في هذه المناطق، إنما يحاول أن يقاتل بطريقة أكثر ديناميكية من القتال الذي كان يقوم به في المرحلة الأولى. أما بالنسبة للخيام يعني عملياته في دار ميماس بالأمس، تقدمه لناحية دار ميماس قبل أن أنتقل إلى الخيام، تقدمه في دار ميماس. قبل أن ننتقل إلى هذه الجبهة، نعم. الجبهة الشرقية، دعنا نتحدث عن هذا الخبر العاجل أيضا. الآن مراسل الجزيرة يؤكد وقوع غارة إسرائيلية على محيط بلدة البازورية في قضاء صور جنوبية لبنان، وهذا امتداد للقاطع الغربي وصولا إذن من شمع حتى صور، هي أيضا ضمن هذه الخارطة التي يركز عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي. لنفصل أيضا في دلالة هذه الغارات بالتزامن مع هذه العمليات. نعم، هذه الاستهدافات في قطاع في قضاء صور وتحديدا في المنطقة والقرى الفاصلة بين قطاع عمليات المرحلة الثانية في الغرب، العمليات الإسرائيلية في محيط شمع البياضة طير حرفة، وبين مدينة صور هناك سلسلة من القرى وهناك سلسلة من الهضاب تفصل بينها أودية. هذه كلها أعتقد أنها مساحة عمل للمقاومة لحزب الله، وهي خطوط يعني إلى حد ما خطوط دعم وإمداد لوجستي وناري حتى باتجاه هذا القطاع الغربي وباتجاه المقاومة في القطاع الغربي. ومن هنا كنت أتحدث عن دينامية الدفاع التي تقوم على الحركة، لذلك يعني لا نستغرب استهدافات نارية إسرائيلية باتجاه هذا القضاء، قرى هذا القضاء، استكمالا لمعركته ويعني في هذا الجيب الغربي ولمحاولة تقدمه على محور طير حرفة شمع البياضة. يعني ولكن هو حتى الآن يعني منذ 4 أو 5 أيام يعمل على هذا المحور من طير حرفة حتى البياضة مرورا بشمع التي هي ممر إلزامي على هذا المحور، حتى الآن لم يصل ولم يستقر في البياضة رغم أن يعني رغم كل هذه الأيام وهذه الجهود وهذه الدعم الناري الجوي والمدفعي وربما البحري، لأننا نعمل أو نتحدث عن قطاع ساحلي غربي. أعتقد أنه يمكن للوحدات البحرية أو القوات البحرية الإسرائيلية أن تدعم عملياتها عمليات جيشها في البر. طيب. رغم كل ذلك هناك استهدافات، بالأمس استهدفت دبابة في محيط قلعة شمع، دبابة ميركافا في محيط قلعة شمع، وكما ذكرت الاشتباكات في الجبين تدل على أنه لم يستطع حتى الآن استكمال مناوراته في اتجاهاتها المتعددة. القطاع الشرقي دير ميماس والخيام التي يتم أيضا التركيز عليها. نعم
نعم، أنا أعتقد أن تقدمه باتجاه دير ميماس له يهدف لثلاث نقاط. النقطة الأولى هي دير ميماس إلى حد ما أو مقدمة هذه القرية انطلاقا من مثلث تل نحاس، برج الملوك تل نحاس، هي نقطة استراتيجية تفصل هذه الأقضية الثلاث عن بعضها، قضاء النبطية باتجاه جسر الخردلي، وقضاء مرجعيون باتجاه الإليعة مرجعيون، وقضاء بنت جبيل مرورا بكفركلة لعديسي إلى هذه المناطق. فإذا يعني هذه النقطة استراتيجية فصلها وتمركز عليها، وطبعا تمركزه يعني هو حالة جديدة من الأداء العسكري، تمركز ثابت، هو لم يتمركز بشكل ثابت في أي نقطة، لذلك هذا التمركز بدأ يتعرض بشكل متواصل لضربات صاروخية. أي نقطة ثابتة يقيمها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان هي عرضة لاستهدافات متواصلة. شكرا. احتلاله أو تقدمه باتجاه دير ميماس يريد من خلاله عزل جبهة القطاع الأوسط الشرقي والأوسط، يعني الشرقي على باتجاه رب 30، هذه المنطقة التي عمل عليها كثيرا ليستهدف الطيبة أو ليهجم باتجاه الطيبة. فإذا دير ميماس تفصل هذا المحور عن المحور الشمالي شمال المنطقة، وللحديث تتمة بطبيعة الحال. شكرا جزيلا لك من بيروت العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي.